اذا قدرت تبني ايفون 13 برو ماكس راح اشتري لك اياه، واذا قدرت تبني محبس الماس راح اشتري لك اياه، واذا قدرت تبني ساعة غالية هم راح اشتري لك اياه. بس اذا تريد تفوز لازم تصير منافسة قوية بين ثلاث اشخاص، والرسمة الاحلى هي اللي راح تربح ويانا. اليوم يا اخوان ويانا اتش بي وديجراي وسنو، واحد راح يتحدى الثاني منو راح يبني احلى، راح اقيم اني راح يبني الشيء الاحلى راح اشتري لك اياه. عندنا مؤقت 10 دقائق، عندكم 10 دقائق بس. واحد اثنين ثلاثة، بلشت العشر دقائق. شنو نبني؟ ابني اي شيء تبنيه اشتري لك اياه، تليفون، ساعة، محبة، اي شيء تبنيه اشتري لك اياه. او سنو ايش تبني حبيبي؟ اطلع يا اخوان سنو طقب ماين كرافت. او سنو قبل بلش، سنو قبل بلش، ما عنده انتظار يا اخوان. ديجراي بعد يقرر ايش راح يبني، بعد يحدد. اوه شنو ممكن دي يبني؟ انا راح اسوي شيء يعني بسيط. لا لا تقول، دير بالك تقول، دير بالك تقول، ايش تسوي؟ والله ايش ببلش، ايش ببلش. نقدر نقول خلصت اول دقيقه، نقدر نقول خلصت اول دقيقه. اول دقيقه راح تخلص، خلاص لازم تستعجلون. عارفين ديجراي بعده صافن بس نو بلش. ايش والله طب الموضوع. هلا هلا لو تفول ديجراي، بما انه انا الحكم هنا انا راح اقول طرف منك دقيقه ونص هذا السيف. او ماي جاد، مين تعرف ايش بدي اسوي اخوان؟ ممنوع الغش. انا خلصت، خلصت انا. شنو خلصت؟ لا حبيبي، مو انت لا تنسى اكو احتمال واحد يكون باني احلى منك، هو راح يفوز. ايش في حبيبي مقابله وياك سريعه؟ ايه تفضل. صراحه ما ادري، امنيتي اعرف انت ايش قاعده تبني. تريد اعرف، تريد اقول لك شنو دابني؟ لا لا تقول لي، بس تحس نفسك راح تفوز انت؟ ما اتوقع راح افوز، بس اهم شيء انه اذا اسوي شيء احبه. اتوقع عرفت ايش راح تسوي. المهم عندك 7 دقائق و25 ثانيه، لازم تستعجل. اوكي ديجري ما ادري ايش دايبني صراحه. الحلسه ايش بي طب الموضوع كلش نو. الحلسه دايبني بيت حايط، صار له ساعه بي اقدر اساعدك. شنو قول لي ايش تريد اسوي وياك انا اساعدك؟ قول لي. دابني غرفة المستقبل. اوه غرفة يا ستار. اوكي ديجري قاعد يبني. اقدر اخبط، اقدر اخبط. اتوقع ايش بده يبني بطل مال بيبسي. او ماي جاد ديجري ايش يسوي؟ ديجري احس اني خالي غلط، ما ادري ليش. روح اساعد سنايب يبني غرفة مالته. تعال خليني اساعدك. اوقف تبني سريع. ده اساعدك. هكر هكر يا اخوان، بعد لكم 6 دقائق، 6 دقائق و10 ثواني، استعجلوا. ديجري ايش قاعد يبني؟ انا لسه ما فاهم، بس فهمت انه ايش باحتمال يكون بطل بيبسي. خليني اساعد سنو خطيه. سنو ما ادري امنيتي اعرف ايش بدي اسوي. سنو اريد هسه اريد سقف، شلون ابني سقف؟ 6 سديج، 6 سدل او 7 ابع. يا اخوان زين نسوي عمل خير حاليا، نساعد سنو. احنا نحب نساعد، احنا نريد نفوز، احنا نريد نط فرص للجميع انه يفوزون. اوه اتش بي، او ماي جاد، او ماي جاد. ديجري شو بدي يسوي؟ والله ما دافتي وانا صراحه. سنو حبس روحه، وانا بسمع اقول سنو حبس روحه. شلون ابني فوق؟ يلا هيك بنيت لك فوق. ابني ابني كمل 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 بناء. شو كمل بناء؟ الثاني ما ادري ايش بقول الفكره. اي تمام تمام، شلون فكره؟ ها ها ها، هاي ديجري سنو، هاي ديجري، هاي ديجري. بس انا حساعدك، انا حساعدك. لا 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 لا، خلاص خلاص، هدي 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 هدي. لا لا هدي 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 هدي، خلاص خلاص خلاص. سنو كمل كمل سنو، بعدك 4 دقائق يا اخوان، بعد 4 دقائق بس استعجل. او ماي جاد ايش فيش قاعد يسوي؟ او ماي جاد. لا 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 لا، ادي خرب ديجري، قسم بالله ديجري اجيب لك تي ان تي. او ماي جاد، لا لا خلاص خلاص، عرف انه صارت فيها تي ان تي. ثواني. لا 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 يا ولد يا ولد يا ولد، بعد 3 دقائق 54 ثانيه لازم تستعجل. سنو حسلك باب. والله يعني اقول لك ممنون، هذا بيت احلام. ها تمام الامور هسه. اوكي يعني انت سديت لي هذا، شلون اطلع شلون افتحها وطب. اوه اوه اوه، ايش يصير ايش يصير ايش يصير؟ هذا تهديد. تهديد هذا الاتش بي. زين ديجري انا راح اعطيك تهديد هم بسيط، بعدك 3 دقائق ونص. خلصت ثاني ديجري، اول واحد خلص. هاي شنو؟ لا 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 ديجري ديجري، لا 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 لا. او ماي جاد اتش بي، اتش بي انت تسوي؟ دا استعين بصوره. اتش بي اتش بي اتش بي اتش بي، جاك جاك سنو، جاك سنو اتش بي اتش بي. لا سنو، سنو راح اطلعك المسابقه، سنو راح اطلعك المسابقه. هم بلشوا بيتي بالبدايه. كمل البناء مالتك، انا ساعدتك بالبدايه تنسى، كمل البناء مالتك. طب جوا يلا يا اخوان، بعد دقيقتين ونص يا اخوان لازم تستعجلون. اذا تريد همنا انت تكون شخص تشارك بالمسابقة لازم تكون مشترك بالقناة وحاط احلى لايك، وما لا تنسى تضيفنا بالانستغرام. عندنا ايش رقم واحد دي حضر شيء قوي. ديجري يقول خلصت، وسنو بعده دي يبني عندنا. سنو جيسه والله.
شايف جداح اللي قلت اسنوم ايش في فايده صافون ايش بدي احضر الشيء قوي مبين يا اخوان بعد دقيقتين بس يا اخوان بعد دقيقتين بس هذا تي ان تي ذا حطها بيدك لا 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 والله العظيم افجر حتى ايفر شنو حبيبي انا شعله زد فجر حتى ايفر اوكي يلا هاي وحده واثنين راح اصدمكم شغله وحده بعد دقيقه فقط او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد بعد دقيقه يا اسبي او ماي جاد دقيقه يسوي له خدعه يسوي شيء حلو انا حاليا راح انتظر فوق انا حاليا راح انتظر فوق 30 ثانيه عندكم يا اخوان 3 2 1 دق المنبه فوزي فوزي بشرفك ما يصير احد يبني سنو سنو اطلع من الغرفه وقف فوق لا سنو وقف اطلع نبدي يا اخوان برقم واحد اللي هو اتش بي او ماي جاد او ماي جاد واضح الفكره بطل مال كوكولا الموضوع واضح داخله مي يعني جايبه ضبط انا راح اقيمه 8.5 من 10 8.5 من 10 راح اخذ تقييم اوكي اذا رقم 2 ديجرا يا اخوان فوني بشرفك يعني فوزني بشرفك ليش فرشو مع جون عود انا ريت فرشو مع جون وسخ ثاني تيت فرشو مع جون اوكي ديجرا بما انه انت يعني صراحه تريد تطق 10 على المجهود وفوزني وفوزني بشرفك وهاي بس على خطا على الخطا هذا اللي هو فوني مو فوزني بشرفك راح اعطيك 8 راح اعطيك تقييم 8 انتهى الموضوع تعالوا خلينا نطول نتفرج السنو شنو يريد بالضبط السنو اشرح لنا باوع هذا الخزنات هاي انا بالمستقبل من راح اشتغل حرام يا ظني هاي صراحه ما ادري ايش باني ايه هاي على مود الضوء هو ما وصل ما فهمت انه شنو يريد يعني اشتري له اشتري لي بيت ها اشتري بيت صراحه سنور تقييمه كان 10 بس 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 حسب ما لاحظنا اذا تجون تلاحظون الباب مو بالنص فراح اقيمك واحد للاسف يعني على مود هاي الباب انا راح اضطر اقيمك واحد واقول اتش بي هو اول فائز يعني بطل ما كوكا كولا لا لا بتحسبك لا 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 اوكي يا اخوان الجوله الثانيه الجوله الاولى فاز ويانا اتش بي البطل مال كولا تمام الحمد لله والشكر ما خسرنا وايد فلوس اذا بنيت محبس وجبته عدل بشكل عدل وسعره يكون 10000 دولار اشتري لك اياه واحد اثنين ثلاثه بلشت العشر دقائق يا اخوان بلشت العشر دقائق اوه ديجراي بلش اوكي سنو بعد ما نبلش سنو مبين محضر الفكره جدا قويه يا اخوان مرت لحد الان دقيقه و اتش بي وسنو بعدهم مبلشين ما راح ارسم رسم عبقري راح ارسم هيك على قدي على قدك شنو هذا؟ نزل ليفر خليه دق ما هاي دق ما هاي دق ما هاي دق ما سنو يابا هاي دق ما اي هاي يريد دق ما مال الكهرباء وبلش بلش اتش بي بلش اتش بي اتش بي اتش بي ذواق ذواق بالرسم مرت حاليا دقيقه ونص ديجراي بطل ديجراي كنسل ديجراي كنسل احسن ما اشوف اوه بلش بلش سنو بلش بلش عنده فكره سنو مبين مرت دقيقتين ديجراي هسه يقدر يرجع ارسم مره ثانيه اتش بي بلش خلاص انتهى الموضوع اوه لا 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 اطلع اطلع اجي دخيل اجي دخيل ارجع لمكانك سنو لا تتدخل يا اخوان بعد 5 دقائق ضبط على نهايه الوقت الاصلي 5 دقائق عدني لازم تستعجلون بعد مر نص الوقت ضبط اتش بي قاعد يرسم حدود الاشياء انا راح احاول ما راح احاول ما احرق راح احاول اروح يم سنو لان سنو رسام ماهر انا دا اشوف انه ديجرا اكثر راح مسيطر بيكم فراح ابدي اخرب عليه شويه راح ادي اخرب عليه شويه 3 دقائق فقط يا اخوان على نهايه الوقت الاصلي اتش بي مسيطر صراحه شو تقول نخرب عليه شوي ولا لا؟ لا 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 4 بلوكات بس انا صراحه هم اتش بي راح يفوز مره ثانيه يعني ما ادري لازم تكون منافسه قويه يا اخوان زين شنو رايكم انا انزل ابني وياكم هسه؟ اتش بي يرسم نفس الرسمه مالتي ها ايش يصير؟ ايش يصير؟ لا 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 انا مرحبا بس ديجراي يرسم نفس اتش بي اكو تقييم واحد منكم راح يكون الاحلى اكو تقييم انا راح اندار من انا بعد 27 ثانيه بس الكل يوقف لا حد يبني لا حد يبني اشرح لنا هي واضحه بس اشرح لنا شنو هي واضحه ما يحتاج هنا انا اكو قطعه بيتزا متوسطه الحجم هاي بيتزا كبيره واضحه هنا قطعه مال جبس بوتيتا اوه قطعه بوتيتا فينجر والله صراحه ايش في انا اهنيك صراحه بس صراحه راح اعطيك تقييم 9 من 10 هسه نجي على رقم 2 اللي هو ديجراي ديجراي اشرح لنا حبيبي جولدن ابل اللي هي تفاحه صفراء حاط لك كيلوين شنو 2 كي جي 3 كيلوين تفاحه صفراء والله راح اكون عادل والله راح اكون عادل 7 من 10 اسنو حبيبي تعال اشرح لنا فكرتك اثنين دي يلعبون شطرنج اوكي هذا واحد زين هذول الشباب الطيبه دي يتفرجون يشجعون بهم هذول يشجعون كليتهم زين على الاقل كان حطيت لهم راس يعني راح اعطيك سالب 8 من 10 وما راح تشارك بالتحدي بعد نهائيا انت وراح اكون الفائز هو اتش بي بالبيتزا